هل هناك فرق بين السحر وخوارق العادات؟ أو نقول هل هناك فرق بين السحر وآيات الأنبياء المعجزات؟ لو قال لك الشخص كيف أفرق أنا بين النبي والساحر وكل منهما يأتي بأمر خارق للعادة وهذا يختلط، نقول هذا كلام أهل البدع. أهل البدع أنكروا السحر، بعض أهل البدع قالوا ما في سحر كالمعتزلة، ما في شيء، لأن لو أقررنا بالسحر لاختلط وتشابه الساحر بالنبي والسحر بالمعجزات معجزات الأنبياء فننكره ولا نثبته، وكلامهم باطل مخالف للواقع كما أنه مخالف للشرع. ونقول إن هناك فروقا كثيرة بين السحر والمعجزة أو آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء. فالسحر يتعلم، السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فتكفر، لكن النبوة ما يمكن واحد يقول بتعلم حتى أكون نبي وأكتسب معجزة النبوة، هذا ما يتعلم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أيضا السحر يظهر على يد الكفرة والفجرة، أما الآيات الأنبياء فلا تظهر إلا على يد من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختصهم بالنبوة. أيضا السحر يمكن إبطاله، السحر يمكن إبطاله ومعارضته، أما آيات الأنبياء فلا يستطيع أحد أن يبطلها أو أن يعارضها. والسحر يمكن أن يؤتى بمثله، يأتي ساحر ويأتي ساحر مثله أو أعظم سحر منه، أما آيات الأنبياء فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها أو أن يعارضها. إذن لا يختلط الأمر، لا يمكن أن يلتبس على يعني الأمر على الناس ولا يفرقون بين الساحر والنبي، هذا لا يحصل، بل لا يمكن أن يختلط على أهل العلم والبصيرة الساحر بما يحصل لأولياء الله من الكرامات وخوارق العادات. ولهذا قال العلماء إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، تعرف أن هذا الشخص إذا كان مستقيما وعلى حال طيبة والتزام للسنة فتعرف أن ما يحصل على يديه وما يحصل له من خوارق العادات أن هذا من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الشخص فاسقاً وفاسداً ومنحرفاً فإن ما يحصل منه فهذا من الشياطين، من الشياطين، وهذا قد يكون الفعل واحداً ولكن الشخص الذي حصل عليه يختلف بين أن يكون هذا من الشياطين أو بكرامة من الله سبحانه وتعالى.